حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023. زي أي طفل لما حبيت التمثيل كان يخطفني بريق النجومية، لدرجة أنه مخرج صديق في مرة كنت أنا مبهور بإعلانات وإحنا ماشيين على الشارع في اسكندرية، قال لي على فكرة أنت مش بتحب الفن نفسه أو التمثيل نفسه قد ما بتحب البريق. بس هو ما أدركش أن ده بيبقى حلم جوه كل ممثل، وبيبقى مرتبط بنجاحه أنه يحس أنه قدم شيء أو نجح، أنه اسمه يبقى كبير أو صورته تبقى كبيرة أو يبقى فيه نور أو الناس بتحبه أو بتسلم عليه. مع الوقت أدركت أن النجوم الحقيقيين هم اللي أدوا أدوار جيدة في الأعمال الفنية، مش لاعب كورة جابوه علشان يبقى تقليعة فيكتبوا اسمه أكبر اسم، أو واحد اتشهر لأي سبب، أو واحدة كان عليها قضية برضو لأي سبب أيا كانت القضية إيه هي، فمنتجين يستغلوا ده ويكتبوا اسمها كبير، أو إنه أي حد متميز شيف مثلا مطبخ فيجيبوه يطلع يمثل، مذيع مشهور في التلفزيون يجيبوه يمثل. يعني مش هو ده اللي بيتبني عليه النجاح الحقيقي للعمل الفني. وبدأت أتابع اللي بيقولوا عليهم نجوم الصف الثاني، وأدركت إن هم دول نجوم الصف الأول، وأدركت إن هم دول مش الولد اللي شكله حلو ولا البنت اللي شكلها أمور ولا الشباب الصغير. دول ممكن يتقال عليهم نجوم ويكتبوا أساميهم في الأول ويدوهم فلوس كتير ويبقوا مدركين إن هم مش محملين عليهم في التمثيل، هم بيعملوا في الفن اللي بيعملوه في الحياة. النهاردة فنان كبير كنت بسلم عليه في التليفون فقال لي هات 3 مشاهد من أي مسلسل حطهم جنب 3 مشاهد من مسلسل تاني جنب 3، وأتحداك لو قدرت تعرف إن ده تبع إيه، ولا الممثل ده هنا بيعمل شخصية مختلفة عن الشخصية اللي هناك، أو إنه بيعمل حاجة هو مذاكرها. ما انساش دكتور سمير فرج مدير التصوير العظيم لما أخرج تجربة بدون بقى ذكر أسماء، وبعدين بتناقش معاه في دوري يعني، فقال لي ده أنت قاري المسلسل أحسن من الأبطال. قلت له يعني ما يعني تعلمنا كده، تعلمنا من حضراتكم يعني. لسه من حوالي 3 أسابيع كنت بكلم مدام ميمي جمال ربنا يديها الصحة، وقلت لها أنتوا النجوم الحقيقيين، وده اللي كنت بقوله لحسن حسني، لأحمد خليل، لرجاء الجداوي، لحسن مصطفى، للطفي لبيب، مش عايز أنسى حد، بس الناس اللي شالوا المرحلة دي، مدام زيزي مصطفى، الناس اللي شالوا المرحلة المحيطة بالشخصيات الرئيسية. وبدأت قوي أركز مع الناس دي وأشوف بيعملوا إيه وبتصرفوا إزاي، وفي أي عمل فني أجري ألزق لحد من دول عشان أتعلم منه أكبر قدر من احترام الشغلانة ومن المواعيد اللي بيجيها بدري قوي ومن التعامل مع الزملاء، ولو جاله صحفي بيتعامل معاه إزاي في الشغل، بيتعامل إزاي مع الكاميرا، مع الميكروفون، مع العمال اللي بيمثلوا أول جمهور للقطة دي وهو بيصورها، واللي ممكن حد منهم يعمل غلطة يجيبها في نفسه وهو قاصد عشان يروح رميلك جملة يقولك يا أستاذ يا أستاذ بأسرق شوية كده، بص الناحية دي عشان وشك مضلم، معلش يا أستاذ احنا غلطنا اللمبة من عندنا. فتعرف انه أول جمهور ليك بجد بيحبك، ويبقى ده مؤشر ان الناس كلها هتتفرج وبجد هتحبك. أحد أهم الفنانين اللي شافهم الفن العربي على الإطلاق في السينما العربية، الفيلم العربي اللي هو الفيلم المصري، المسلسل العربي اللي هو المسلسل المصري، وبطل ونجم كل المسلسلات التلفزيونية في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، هو ورشوان توفيق. يعني يا كان هو يا رشوان توفيق. مين البطل؟ رشوان توفيق ولا أشرف عبد الغفور؟ أشرف عبد الغفور تقابلنا في أعمال كتير ولقيته حد عامل زي الأب كده في اللوكيشن، حد محترم جدا، حد جميل جدا، حد مؤدب جدا، حد في حاله جدا، ممكن يجي ويعمل شغله ويروح وما تحسش
انه كان في نجم ولا حد ليه طلبات ولا حد مزعج ولا حد متعب. وبعدين جت مرحلة تعرفت على الأستاذ نور الشريف لما اختارني أعمل بطولة مسرحية أخرجها في مسرح الهناجر اسمها محاكمة الكاهن. وجت سيرة أشرف عبد الغفور، قال لي إحنا مسميينه النبي في الوسط الفني من كتر أخلاقه. أشرف عبد الغفور ده مش إنسان كويس، ده نبي. قلت له إيه ده؟ إيه الرفعة دي؟ التقينا بقى في أعمال كتير، وكان في جبل الحلال كمان آخرها، وعملنا مع بعض مسرحية كنا بنتقابل لمدة سنة مع المخرج العظيم ربنا يديله الصحة الأستاذ سمير العصفوري، كانت عن الشعراء الكبار حافظ إبراهيم وأحمد شوقي، وهو كان بيمثل أحمد، بيمثل حافظ إبراهيم الشاعر اللي طالع من نبض أرض مصر. أحمد شوقي كان بيعتبر شاعر الملوك والرؤساء والمترف، شاعر أم كلثوم وعبد الوهاب والناس، وشايف الحياة من المنظور الأرستقراطي، لكن حافظ إبراهيم كان طالع من طين الأرض دي. قعدنا سنة، كنت كل يوم أروح أول ما أدخل أسلم عليه، طبعا هو بقى جاي من قبلنا كلنا وقبلنا كلنا بكتير، وقاعد في أوضته في هدوء، ما تفهمش بيذاكر ولا بيهدأ ولا بيستقبل الناس زمايله كلهم بابتسامة ولا بيحل مشاكلهم ولا بيحكوله. من ضمن مكان يعرف عن أشرف عبد الغفور إنه عبقري اللغة العربية بلا منازع. في الإذاعة يتصلوا بيه عشان يسألوه على مصححين اللغة، يتصلوا بيه عشان يسألوه على اللغة هنا دي مظبوطة ولا لأ. في التلفزيون في المسلسلات اللغة العربية اللي كان بطلها بلا منازع كان بيلجأوا لي كفنان يمتلك ناصية اللغة بقدرة غريبة. ويمكن في حكاية طريفة في المسرحية دي، لأنه كان بيقول شعره، وكان بيقول شعره باللغة العربية حافظ إبراهيم. ففي مرة تجرأت لإيماني بالعلاقة الطيبة اللي بيني وبينه كأب، وقلت له يا أستاذ حضرتك بتقول إن لم ترسل لي على وجه السرعة مش عارف إيه دجاج متبل بالبهار، لا هي مش مفروض تبقى كده يا أستاذ. فقال لي آه تصدق عندك حق، ده أنا بغلط فيها وصلحها. وده يديكوا فكرة عن تواضع هذا الرجل إلى جانب أستاذيته الكبير. لما تخرجنا من أداب حلوان قسم مسرح سنة 2000، كان أشرف عبد الغفور سكرتير النقابة المهن التمثيلية، ورحت قابلته قلت له بص يا أستاذ، إحنا دارسين نفس المنهج بتاع المعهد، أنتوا ليه طلعتوا قرار بأننا ناخد بس تصريح سنوي؟ قال لي ما أنتوا هتاخدوا تصريح سنوي سنة في اتنين في تلاتة، ولا هيثبت نفسه هنديله بقى العضوية. قلت له معلش يا أستاذ ما تزعلش مني، أنا هرفع قضية، لأنه إحنا نفس المنهج ونفس عدد الساعات العملي ونفس المواد ونفس الأساتذة. احنا كان بيدرس لنا سعد أردش، كان بيدرس لنا دكتورة أميرة عبد الرحمن، كان بيدرس لنا دكتورة نجاة علي، خليل مرسي، أحمد حلاوة، كتير كتير، دكتور أحمد عبد الحليم العظيم، كل أساتذة المعهد الكبار كانوا موجودين عندنا. المهم وقال لي لا براحتك مفيش أي حاجة مش هتضايق، ورفعت القضية وكسبتها وأخدت عضوية النقابة بالقضاء. ولأنها في مجلس الدولة وبيعتبروا في مجلس الدولة انه ضرر شخصي فلازم ترفع قضية تانية، فكل الدفعات، دفعتي والدفعات اللي جاية بعدية، اتكتب لهم في الحكم يحصلوا على عضوية نقابة المهن التمثيلية أسوة بالحكم الصادر لصالح فلان الفلاني. الحقيقة انه الخبر بتاع وفاة أستاذنا الكبير أشرف عبد الغفور بالأمس أفجعنا كلنا، لأنه كان زي الفل، ولسه كنا متقابلين في مهرجان القومي للمسرح المصري والمهرجان التجريبي، وقلت له يا أستاذ أشرف ممكن تنورني وتبقى ضيف معايا في البرنامج وتقول اللي انت عايزه؟ قال لي لا أنا الناس بتزعل مني لما بقول الحق. قلت له لا تعالى وقول اللي انت عايزه. قال لي خلاص ربنا يسهل وكلمني يا إيهاب، وانت عارف أنا يعني بحبك ازاي وكده. الله يرحمك يا أستاذنا، الله يرحم أخلاقك وأدبك واحترامك وقدرتك الفنية الكبيرة. لما طلعت في جبل الحلال أثبتت أن أنت ممثل عبقري، عملت الأخ التعبان اللي بيتآمر على أخوه اللي أصغر منه اللي هو محمود عبد العزيز، واللي عايز ما يصدق عشان ياخد منه السلطة، واللي كان بيمثل
حاجات كتير، يمكن دولة تانية، يمكن نظام تاني، يمكن الحقيقة كنت متميز بشكل غير عادي. رحم الله أستاذنا الكبير أشرف عبد الغفور اللي نعاه كل الفنانين وكل المشاهدين المحبين لفنه، وبنقدم التعزية للنجمة الصديقة الزميلة الرقيقة ريهام عبد الغفور، وبنتمنى وبنصلي من كل قلبنا لزوجته الفاضلة إنها تخرج بالسلامة من المستشفى، لأنه الحادثة كانت كبيرة. هنعمل إيه النهاردة؟ النهاردة عندنا فقرة حوالين انتخابات الخارج، تقييمها بقى على بعضها كلها كده بعد ما خلصت. وحيكون في ختام هذا الماراثون، لأنه خلص النهاردة 137 بعثة قنصلية خلصت إجراءات الفرز والتسجيل، كام واحد راح انتخب وفرز التفاصيل بقى ومين انتخب مين من المرشحين الأربعة، طلعت النتائج وبعتتها للجنة العليا للانتخابات اللي كانت بتتابع مع السفراء لحظة بلحظة خلال الثلاث أيام اللي فاتوا. وحول هذا الموضوع هيشرفني الأستاذة منى عشماوي نائب رئيس تحرير روز اليوسف. هيكون عندي فقرة حوارية أخرى حوالين البناء، كثرة الكلام حول كوب 28 اللي بيتقال إن مصر هتبادل فيه كتير من ديونها وهتقدر تحصل على مليارات الدولارات كمنح وكاستثمارات، والوفد رفيع المستوى اللي على رأسه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي موجود في الإمارات. سيادة الرئيس طبعا رجع امبارح، لكن الوفد موجود والمناقشات موجودة، وإن شاء الله يكون في مكاسب حقيقية كبيرة تبني على كوب 27 اللي كان في شرم الشيخ السنة اللي فاتت. حول هذا الموضوع هيشرفني دكتور تحسين شعلة أستاذ التكنولوجيا الحيوية البيئية. تعالوا نبتدي في أخبارنا، ونبتديها من موضوع شديد الأهمية الحقيقة. سيادة الرئيس النهاردة شهد افتتاح فعاليات معرض التصنيعات الدفاعية إيدكس 2023 وسط انبهار الكل. متوقع 35 ألف زائر، وفي عندنا حوالي 25 دولة مقدمة أجنحة في المعرض. أول مرة مصر بتصنع راجمة صواريخ اسمها رعد 200 من الألف إلى الياء، بالإضافة للصلب الحامي من الأسلحة أو الصلب المدرع، والحقيقة حاجات كتيرة جدا جدا شهدها النهاردة السيد الرئيس. تعالوا نشوف الجزء ده من كلمة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في افتتاح المعرض ونكمل مع حضراتكم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضيوف مصر الأعزاء، وزراء الدفاع، رؤساء الأركان، رؤساء الوفود والشركات العارضة، الحضور الكريم، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن رجال القوات المسلحة، أتقدم لكم بتحية عطرة من بلدكم الثاني مصر، رمز القوة والسلام، بلد الأمن والأمان، فتشريفكم لنا اليوم في افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية إيدكس 23 لمبعث فخر واعتزاز ورسالة هامة يجب أن تتوقف أمامها طويلاً بالفحص والدرس ونبحث في أعماقها لتفهم معانيها. واسمحوا لي في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والامتنان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على رعايته لهذا الحدث العالمي الهام. في هذا التوقيت الدقيق الذي يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فكانت مصر وما زالت نقطة التلاقي لكافة شعوب الإنسانية المحبة للخير والسلام من أجل توحيد الجهود واحتوائها واحتواء وتيرة الصراعات
لإرساء السلام وصياغة حاضر مشترك ننعم فيه بالعيش الآمن المبني على المحبة وتحقيق المصالح المشتركة. الحضور الكريم، لقد حرصت مصر من خلال هذا المعرض في نسخته الثالثة الذي يعد بمثابة منصة عالمية على إتاحة الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة لنظم التسليح ومنظومات الدفاع لعرض أحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة في العديد من مجالات التصنيع العسكري، ذلك من خلال عرض المبتكرات وتبادل الخبرات لتنمية روابط العلاقات بين الدول في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية. خلال فعاليات افتتاح إيدكس 2023، شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تدشين راجمة الصواريخ رعد 200 واللي بينتجها مصنع 200 الحربي اللي بينتج كم كبير جدا من الذخائر للجيش المصري وبيصدر أيضا من إنتاجاته الرائعة. الراجمة من تصميم وتصنيع وتنفيذ الجيش المصري أو الشركات المصرية المتخصصة وزارة الإنتاج الحربي بالكامل بنسبة 100%. وأيضا شهد الرئيس تدشين الفرقاطة المصرية الجبار المصنوعة بأيدي مصرية بنسبة 100%. أيضا هذا المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية. احنا معانا جزء يا جماعة من طب يلا نشوف الجزء ده اللي بتعرض على سيادتك النهاردة. 59 منتج، 6 منتجات في الساحة الخارجية و53 منتج داخلي. بنبدأ في أقصى اليمين هنا سيادتك، منظومة الكهروبصرية حورس واحد واللي تم تزويدها بكاميرات نهارية وحرارية حتى مدى كاشف 5 كيلو. ثم بيليها الطائرات، منظومة الطائرات الهدفية عرابي واللي بتستخدم في قيادة القوات الجوية لتدريب الأطقم على المدى القصير والمتوسط. ثم مراكز قيادة كتائب الرادار والصواريخ فندم اللي بتبقى مسؤولة عن تجميع البيانات ودفعها للمستوى الأعلى. في الاستاند اللي قدام سيادتك هنا بعض أنواع الأسلحة الصغيرة والمتوسطة وذخيرتها، وكذلك قاذف القنابل الأحادي والسداسي والمتعدد فندم. كذلك بنعرض الرشاش المتعدد 7.62x51، ثم الوقود الصاروخي والعبوات الدفع بعد الأعيرة. ومستاذ حضرتك ان بنعرض من أهم منتجاتنا الحمد لله اللي قدرنا ننتجها لأول مرة على مستوى مصر بالتعاون مع أكبر شركة لإنتاج الصلب في مصر وهو الصلب المدرع، وبننتجه بسمكات من 4 ملي حتى 15 ملي بمستويات حماية من 7.62x39 حتى 7.62x54. وللحمد لله قدرنا أول مركبة مدرعة تستخدم هذا الصلب في مصر هي النسخة الثانية من سينا 200 اللي موجودة قدام سيادتك، اللي تم تعديل بعض مواصفاتها طبقا لمطالب إدارة سلاح المشاة في القوات المسلحة. وبنستأذن حضرتك في وجود وتشريف حضرتك إن إحنا نعلن عن أول راجمة صواريخ في مصر رعد 200 يا فندم. المركبة دي يا فندم تم تصميمها وتصنيعها بيد مصرية خالصة في الإنتاج الحربي. هي مزودة بمحرك 385 حصان، بتحمل قاذف صواريخ 122 ملي، بيتم التحكم داخليا من الكابينة كهربائيا يا فندم. نظام الرماية أحادي أو بنظام الرشقات، الكابينة مكيفة، تم تجربة المسير عليها بنجاح وتم تجربة رماية. وإن شاء الله بنوعد سيادتك إن دايما هيكون في منتجات جديدة وقيمة من الإنتاج الحربي. أي أوامر يا فندم؟ يعني طبعا هنتكلم في المداخلة مع سيادة اللواء الدكتور محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية نصر العسكرية العليا لما يبقى معانا. قولوا لي سيادة اللواء يا جماعة. طيب مساء الخير يا سيادة اللواء. مساء الخير على حضرتك والسادة المشاهدين. يعني يا فندم لا يخفى على أحد الردع اللي موجود في تنويع الإنتاج المصري والقدرات المصرية
تصنيعية للأسلحة لأول مرة، المدرعات والصلب المدرع وراجمة الصواريخ والفرقاطة، والتوقيت كمان اللي اتعمل فيه إيدكس 2023، أحب أعرف تعليق سيادتك. يعني هو الحقيقة يعني كل الظروف اللي سيادتك قلتها دي هي فعلا ظروف هامة جدا وبتحيط بينا في يعني في مرحلة في منتهى الصعوبة ومن على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. أي فعلا. يعني من اتجاه الشرق واتجاه الغرب واتجاه الشمال واتجاه الجنوب. صحيح. العالم عموما، الحالة الاقتصادية. طبعا لما احنا عايزين القوات المسلحة والقوى العسكرية بصفة عامة تستمر ولا يقف على التحدي. ودائما هناك ابتكارات ودائما هناك اضافة جديدة. لماذا؟ لان هناك صراع دائما بين الاسلحة والوسائل. يعني صراع بين الدبابة والعناصر المضادة للدبابات، أي. من الطائرة والعناصر التي تواجهها، التطوير الذي يحدث في أنواع الطائرات والمسيرات عموما، ليس في الجو فقط، ولكن المسيرات النهاردة موجودة بريا وموجودة بحريا. وكل هذه الحقيقة ودخول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في هذه التعاملات كلها يعني لأغراض الدقة ولأغراض الإصابة الدقيقة ولأغراض الاقتصاد في نفس الوقت. أي. بالإضافة طبعا لنقط مهمة جدا، أنا كل ده بلف فضول حوالين الهدف الأساسي لمثل هذه الـ يعني المعارض الفعاليات. أو الفعاليات بالضبط. طبعا هناك أيضا ضغوط اقتصادية. أي. وبالتالي أنا لما أنا بصنع يبقى انا هيبقى انا اقدر انتج، يبقى انا اقدر ابقى منتج ابي لي عائد اقتصادي جديد، ممكن اصدر. بالظبط بالظبط. والاهم بقى من كل ده انك انت معدلات الاستهلاك العاليه والكبيره جدا التي تستخدم الان بواسطه الجيوش عموما في مواجهه او لتنفيذ المهام التي تكلف بها، استخدامات عاليه جدا باستهلاكات كبيره جدا بتحتاج دائما استعواض واستعادة كفاءة أو إصلاح أو إعادة تنظيم هيكلة أثناء إدارة الأعمال القتالية الفعلية على الأرض. كل ده بيصب في أهمية وضرورة الصناعات الحربية والعسكرية. طيب فندم، لو اتكلمنا بالتحديد، يعني إحنا نرى الرعب الحادث للدولة الإسرائيلية من مجرد رشقات صواريخ من غزة، فلو اتكلمنا عن أهمية أن مصر يكون عندها راجمة صواريخ اللي هي رعد 200 والفرقاطة ميكو إيه 200 اللي برضو دي مصرية بالكامل، إيه أهمية ده في رأي حضرتك الخبير يعني سنوات طويلة في هذه الاحتياجات العسكرية لمصر في الفترة اللي فاتت؟ تمام. هل لو إحنا مسكنا مثلا مثال راجمة الصواريخ رعد 200 دي عليها 30 قاذف، ما يعادل حوالي لواء ونص مدفعية من القوات العادية على الأرض. ياه. طبعا. ولما تقول يعني اللواء هيبقى كم ماسورة مدفع؟ فبالتالي أنا بقول 30، ده رقم كبير جدا. الرقم ده بمجرد بالضغط على زر بيخرج بالتتالي في أقل من دقائق. فإن معدل وبيطال مسافات كبيرة جدا، قوة نيران ضخمة جدا بتنزل لها تأثير عالي جدا لو هي دقيقة يعني، وفي نفس الوقت لها تأثير معنوي قوي جدا على العدو. صحيح. وبالتالي يعني هزمت هذه الصناعات يبقى هنا الاستهلاك عالي جدا، بيحتاج إمداد وبيحتاج استعواض لكل القوات أو لكل هذه الذخائر التي تم استهلاكها. فأنا لو بصنعها يبقى انا النهارده اقدر اعوض اللي انا بستهلكه. صحيح. واقدر ازود معدلات استخدامي وما يبقاش في ضغوط خارجيه عليا، حد يقفل عليا المحل ان انا استورد من هنا او من هنا بالظبط، او يقول لي لا انا مش هديك طيب يا فندم، انا بشكر سعادتك جدا وبنتطلع للقاء يعني سياده اللواء دكتور محمد زكي الالفي مستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا، شكرا جزيلا لحضرتك. الحقيقه موضوع الفرقاطه ميكو ايه 200 دي مسألة تخص بقى التهديد البحري، ودي بتشيل طيارتين هليكوبتر وحاجة يعني حدوتة كبيرة كده، يعني حاجة بتاعت 125 متر وحاجة فظيعة يعني حاجة بجد بجد شرف كبير لمصر. وفي الوقت عشان برضو ما ننساش موضوع فلسطين، ما اننا مش هنتكلم عنه النهاردة، في الوقت
اللي سامح شكري بيعلن ان مصر النهارده ان مصر رافضه تماما الضغط اللي بيمارس على الفلسطينيين لتهجيرهم، والكل بيتحدث، والنهارده شارع صلاح الدين اللي بيفصل غزه الشماليه عن غزه الجنوبيه مقفول تماما بالدبابات الاسرائيليه عشان ممنوع اي حد يرجع تاني للشمال، والتهجير اللي حصل 1.9 مليون شخص في فلسطين، ده كله ايه؟ ده كله ضغط علشان ينفجر عندنا بقى في رفح. فاحنا بنقول لك احنا جاهزين ومستعدين ونعرف نضرب، مش نضرب اخواتنا اللي واقفين على الباب، نعرف نضرب لبعيد، ومسافة السكة زي ما سيادة الرئيس قال قبل كده. طيب نروح للخارجية الفلسطينية على نفس النسق وإدانتها النهاردة للتصعيد الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية في غزة. طبعا حضراتكم عارفين انه بعد يعني ما كانوا ماشيين بهدن متتالية، إسرائيل راحت عملت ضرب جامد جدا جدا من يوم الجمعة اللي فاتت، وبدأت بقى ايه يعني خلاص بقى انه كأنها خلاص متفقة كده تمام، احنا خدنا اللي احنا عايزينه وايه، واتهمت حماس ان هي اللي معطلة الهدنة. النهاردة وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت استمرار حرب الإبادة الجماعية اللي بترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وما نتج عنها من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، تعميق الكارثة الإنسانية اللي حلت بالقطاع في ظل النقص الحاد للاحتياجات الإنسانية الأساسية، وطلبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل العاجل للوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب الانتقامية اللي بيشنها الاحتلال على القطاع، مؤكدة أن فشل الحلول العسكرية والأمنية تطلب جرأة دولية لفتح مسار سياسي تفاوضي لحل القضية الفلسطينية. طبعا أحسنت الخارجية الفلسطينية لأنه إسرائيل قالت أنه فتح بتمول الإرهاب، وأنه السلطة الفلسطينية هي اللي بتدفع فلوس لهذه الجرائم وكده، بتكلم على حماس. يعني نروح للانتخابات. الهيئة الوطنية العليا للانتخابات أعلنت الانتهاء من مرحلة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024 على مدى 3 أيام 1-2-3 ديسمبر بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية بداخل 137 سفارة وقنصلية مصرية ومركز انتخابي، وزعت على 121 دولة حول العالم، واختتمت أعمالها بفرز الأصوات للناخبين وإجراء الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وأثبت عدد الأصوات الصحيحة والباطلة. ولجان الاقتراع في انتخابات المصريين في الخارج ترأسها السفراء والقناصل بمعاونة أعضاء السلك الدبلوماسي. أنا بيشرفني يكون معايا عبر تقنية زوم من الولايات المتحدة الأمريكية المحلل السياسي الكبير الأستاذ أحمد محارم. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا. حضرتك موجود فين بالظبط دلوقتي؟ في نيويورك؟ يوم 1 ديسمبر أنا غادرت نيويورك، وحاليا أنا موجود في أوهايو. طيب. فأنا ما حضرتش الانتخابات اللي في نيويورك، ولكن إحنا شيكاغو على قرب مننا. إحنا عندنا 5 قنصليات. بس أنا قبل ما أغادر بيوم، يعني لغاية يوم 30 نوفمبر، أنا متابع بالظبط إيه اللي حصل في نيويورك. لو تحب أحكي لك. اتفضل يا فندم، مدينا فكره كده عن جاليا، عن الانتخابات وعن الاقبال. يعني الاقبال، احنا جاليتنا المصريه في امريكا يقال وصل عددها اكثر من 1.5 مليون. الساحل الشرقي اللي احنا فيه 3 ولايات، نيويورك ونيوجيرسي وكناتيكت، ولكن قنصليه نيويورك مسؤوله عن 11 الى 12 ولايه. انت عارف الخمس قنصليات ال 50 ولايه بتدور حوالين، كل قنصليه عندها مسؤوليه من 10 إلى 12 ولاية من الولايات. أيه. الساحل الشرقي عدد المتواجد فيه 600 إلى 700 ألف. إحنا قبل الانتخابات بأسبوع أو أسبوعين اتعملت أكثر من ندوة أو حضور من الجالية المصرية من خلال منظمات مجتمع مدني. أيه. وكان الهدف منها حث المواطنين بكل طوائفهم أن يتواجدوا في خلال 3 أيام. الصعوبة اللي كانت بتواجه الناس دايما في الانتخابات لما يكون يوم جمعة وهو يوم عمل، ولكن كون إن كان في 3 أيام جمعة ويتبعها سبت وأحد، الحضور كان مناسب جدا يوم الجمعة، ولكن السبت والأحد شهد حضور مكثف. أتوبيسات نقلت أفراد الجالية من أماكن تجمعهم، كمان كان في دور جيد جدا لدور العبادة سواء المساجد أو الكنائس. ساعدت في إن يكون عندها المصلين
والمتعبدين الموجودين عندها يشاركوا بقدر كبير. الحقيقة كان الحضور جيد من كبار سن ومن متوسط الأعمار، والعائلات كمان كانت حريصة أنها تأخذ معها الأطفال. المشهد نفسه يدل على أن المصريين في الخارج، جزء منهم في أمريكا، بيثبتوا للعالم وللمصريين في الداخل أن شعورهم وإحساسهم الوطني بالمسؤولية لا يقل أبداً، بل يعبر عن مدى اهتمامهم وتحملهم لاهتمامات وهموم الوطن. طيب دكتور أحمد، يعني عايز أعرف من حضرتك، طبعا البيانات اللي خلصت ديت هتنضم لبيانات اللجنة العليا، مش هتعلن دلوقتي أرقام الإقبال أو نسب الإقبال وإيه النتائج لصالح مين في دايرة إيه. فعايز أعرف من حضرتك يعني في رأيك كده، إنه ممكن يكون متوسط الإقبال من 1.5 مليون مصري اللي في الولايات المتحدة الأمريكية يكون وصل مثلا 40% أو يزيد، ولا إيه تقديرات حضرتك لمشاهداتك ومعلوماتك؟ الحقيقة أقدر أقول من الصعب شوية أن أنا يكون عندي تصور، لأنه إحنا بنقول أن المساحة بتاعة الجالية المصرية والمساحة الجغرافية، يعني إحنا التصويت لازم يكون الشخص بشخصه موجود ومعاه بطاقة رقم قومي سارية، أو حتى لو انتهت يكون معاه باسبور ساري. طبعا الناس القريبة من القنصليات في ناس بتسوق على مدى ساعتين وثلاثة تيجي، لكن في ولايات مسافة المواطن الموجود في ولايته مع القنصلية يا إما ياخد طيارة ساعتين يا إما يسوق 7-8 ساعات. وبالتالي أنا سألت سؤال وخدت الإجابة، هل هناك تصويت عن طريق البريد زي ما بيحصل في أمريكا؟ قالوا لا. وبالتالي يمكن دي عشان أول مرة يكون لنا تصويت في الخارج. أنا بقول إن من المهم جدا في السنوات القادمة أو في الانتخابات القادمة تتاح الفرصة للمصريين في الخارج اللي مكان إقامته بعيد عن مقر أقرب تصويت الإلكتروني ولا يستطيع الحضور بشخصه لأسباب جغرافية يعني وزمنية، إن يكون في تصويت بشكل ما إلكتروني أو بالبريد. إنما طب أخيرا يا دكتور أستاذن حضرتك، عايز أعرف منك، يمكن عايز أعرف القنصلية يكون عنده إجابة أكتر مني. تمام. أخيرا عايز أعرف من حضرتك رأي الشعب الأمريكي والإدارة الأمريكية في الانتخابات وفي لحظات اللي حضرتك رصدتها من إقبال المصريين ووطنيتهم وسفرهم ووو. نقدر نقول على المستوى الشعبي، لما الناس بتشوف الأماكن تجمعات المصريين، إحنا لنا جيران أمريكان وعندنا تعاملات معاهم، بيعرفوا من خلال الأعلام المرفوعة والتجمعات اللي رايحة والأغاني الوطنية إن في انتخابات رئاسية في مصر، وإن إحنا المواطنين المصريين الموجودين في الخارج بدأنا مبكرا أسبوعين قبل الانتخابات اللي في الداخل المصري. من خلال الملاحظات أعتقد أن بعض مؤسسات المجتمع المدني الموجودة حتى في نيويورك اللي هي بنتعامل مع الناس الأمريكان عندهم نوع من الإشادة أن إحنا شعب جد، ومهما كانت عندنا ظروف اقتصادية أو مشاكل محتاجة إلى حلول جذرية، وأن في جزء من المعاناة لشعبنا هناك، وأن في أزمة كمان فلسطين دي بتخيم على الأجواء، ومع ذلك قالوا أن الشعب المصري سواء في الداخل أو في الخارج عنده قدرة على أنه يتأقلم مع الظروف ويتعامل مع الواقع. فهم أشادوا بروح المصريين أنها روح إيجابية وبتتفاعل مع الواقع وبتثبت للوطن وللقريبين من الوطن أن شعبنا عنده طولة بال يتعامل مع المستقبل بشيء من الأمل أو بشجاعة الأمل. هل حضرتك رصدت أخيرا أي تعليقات من الإدارة الأمريكية بأي مستوى ليها، مستوى سياسي أو نيابي، على هذه الانتخابات؟ أتصور النهاردة كان نقدر نقول الأحد، أمس كان ثالث يوم، الفرصة المتاحة لنا النهاردة يمكن نقدر نقول أول يوم بعد انتهاء الانتخابات المصرية في الداخل الأمريكي، لكن كمان نقدر نقول الإعلام الأمريكي انشغاله الأكثر بأحداث غزة، لكن ممكن من هنا لساعات النهار الأخيرة من اليوم توصلنا أي ردود أفعال عن مدى تعليقات الإعلام الأمريكي عن الموضوع. شكرا جزيلا دكتور أحمد محارم، الكاتب والمحلل السياسي الكبير أوهايو، من أوهايو وشيكاغو القريبة جدا من شيكاغو من الولايات المتحدة الأمريكية. والحقيقة طبعا إحنا دلوقتي عندهم الساعة مثلا 2:30 في الحدود ديت الظهر، فعشان كده بيقول إنه لسه قدامنا اليوم ممكن نرصد ردود أفعال خلال اليوم. تعالوا نشوف تقرير من إعداد شيرين لمعي وتعليق جاكلين سمير ومونتاج أيمن مجدي وإخراج مافي رامي عن هذا الموضوع.
وإن بعد المكان يبقى حب الوطن في الوجدان. هذا ما ينطبق على المصريين في الخارج، فإن فرقهم المكان عن مصر يبقى حب أم الدنيا داخل القلوب، وهو ما جسده المصريون في الخارج عندما خرجوا بكثافة في أجواء احتفالية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024. بدأ التصويت للمصريين بالخارج في الأول من ديسمبر الجاري، واستمر لمدة 3 أيام، حيث انطوى اليوم 3 للانتخابات في 121 دولة حول العالم. كانت لجان الاقتراع في نيوزيلندا أول من فتحت أبوابها أمام المصريين نظراً لفارق التوقيت عن القاهرة وتلتها أستراليا، لتتوالى اللجان في فتح أبوابها أمام المصريين للقيام بدورهم الوطني وحقهم الدستوري في اختيار رئيسهم. لم يقدم المصريون مشهداً عادياً، بل احتشد المصريون أمام اللجان قبل أن تفتح أبوابها في الكويت، مع حضور بارز للمسيحيين والقيادات الدينية المسيحية هناك، كما توافد بكثافة الناخبون في مختلف الدول العربية ومنها السعودية، الإمارات، الأردن، البحرين، السودان، المغرب والجزائر. كما رسم المصريون في قطر لوحة في حب مصر باصطفافهم أمام لجان الاقتراع، كما لم تعيق الحرب في غزة والأوضاع الصعبة التي تعيشها فلسطين نيافة أنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، الذي أدلى ومعه لفيف من الأباء الرهبان بأصواتهم في رام الله. وإن تحولنا لأوروبا هو الحال نفسه، على الرغم من الطقس السيء الذي عم عدة دول، فإن المصريين توافدوا بكثافة للتصويت في فرنسا وإنجلترا والسويد، بلجيكا ورومانيا ومختلف الدول الأوروبية. وفي إيطاليا توجه صاحبان نيافة الحبران الجليلان أنبا برنابا أسقف الكنيسة القبطية بتورينو وروما، ونيافة الأنبا أنطونيو أسقف إبراشية ميلانو، بصحبة أباء كهنة وجمع غفير من الشعب إلى مقر الانتخابات للإدلاء بأصواتهم. أما في أمريكا، وفي تظاهرة حب خرج عدد كبير من الجالية المصرية والمسيحيون في أمريكا، ومنهم أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء أنبا ديفيد أسقف نيويورك، وأنبا جابرييل الأسقف العام والنائب البابوي بنيو جيرسي، وأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا ودلوار وميريلاند وويست فيرجينيا، وأنبا مايكل أسقف فيرجينيا، وأنبا بيتر أسقف نورث وساوث كارولاينا وكنتاكي، وأنبا سيرابيون موتران لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي، وأنبا إبراهام الأسقف العام بإبرشية لوس أنجلوس، وأنبا سرافيم أسقف أوهايو ميتشيغان وإنديانا. يرافقهم وفد كنسي من الأباء الكهنة وعدد كبير من الشعب للإدلاء بصوتهم، وهو الحال ذاته في كندا، حيث حرص صاحبان نيافة الحبران الجليلان أنبا مينا أسقف ميسيساغا وفانكوفر غرب كندا، وأنبا بولوس أسقف أوتاوا وموريال وشرق كندا على الإدلاء بصوتيهما في الانتخابات. كما حرص نيافة الحبر الجليل أنبا دانيال أسقف سيدني وتوابعها على الإدلاء بصوته، وكذلك أنبا لوقا أسقف إبراشية سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، وأنبا مارك أسقف إبراشية باريس وشمالي فرنسا، وأنبا يوسف أسقف بوليفيا، والراهب القس إرينيوس البراموسي النائب البابوي لجزيرة قبرص، ومعه الراهب القس إرميا أفامينا قد أدلوا بصوتهم. المشاركة الواسعة والمميزة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الخارج ما هي إلا انعكاس لانتماء كنيستنا الشديد ولدورها الوطني المشهود له دائما في تاريخ مصر القديم والحديث. فعندما تنادي مصر يلبي المصريون النداء. أيام قلائل تفصل المصريين في الداخل عن اختيار قائد لسفينة الوطن.
طيب نروح لموضوع وزارة التموين والسكر اللي عامل أزمة كبيرة من فترة طويلة، ويمكن حضراتكم فاكرين يمكن مش بس الأسبوع اللي فات واللي قبله كمان كان لينا مداخلة مش عايز أقول عنيفة لكن كانت قوية الحقيقة مع الناس اللي كانت بتقول خلي بقى المواطن يقلل السكر ومش عارف إيه، وتحدثت ساعتها عن الجهات الرقابية وقلت أين هي وأين هي وزارة التموين وأين هي الجهات اللي مسؤولة عن إن هي تكشف الناس اللي مخبية السكر فين والناس اللي بتتاجر في السكر مجهول المصدر. وده اللي حصل الحقيقة في اليومين اللي فاتوا. الرقابة الإدارية الحقيقة نجحت مع وزارة التموين تنسيقا يعني بأن هي تكشف عدد مش قليل من التجار، ده هنا 8 طن وهنا 9 طن وهنا 6 طن وهنا 900 طن. فالحقيقة يعني كانت النتيجة أن وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي المصلحي وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة المعروض من السلع الغذائية في مبادرة تخفيض الأسعار، خصوصا السكر الحر اللي بيتم طرحه بسعر 27 جنيه للكيلو، وتم ضخ 50,000 طن بالمجمعات الاستهلاكية. أوضح وزير التموين أنه بيتم تكثيف الحملات الرقابية على كل الأسواق لضبط المخالفين ومحتكري السلع مع إحالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ اللازم حيلهم. قبل ما خلص الخبر ده الحقيقة أقول لكم برضو بضمير صالح كده أمام الله أن إحنا لم نشهد مثلما نشهد هذه الأيام استجابة لنبض المواطن بهذه السرعة، أنه مجرد ما الناس تشتكي ويلاحظ النقص في سلعة معينة بس تلاقي رئيس الوزراء بيرد، تلاقي وزير التموين بيتخذ إجراءات، تلاقي الرئيس ومش لازم كل مرة يتكلم بيوجه فوري بأن ده ينتهي كأزمة أو كنقص أو كارتفاع في الأسعار. طيب خليني أخد على طول الأستاذ عزة البنا مدير تحرير البوابة نيوز. مساء الخير يا أستاذ عزة، البقية في حياتك. مساء الخير يا أستاذ إيهاب، نعز الوسط الفني كله طبعا. يعني طبعا بعد تشييع جنازة الفنان الكبير الراحل العظيم أشرف عبد الغفور بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وعدد كبير جدا من الفنانين ومن الجمهور حرصوا على المشاركة والمواساة وتقديم العزاء، يعني عايز بس أعرف من حضرتك يعني طبعا استقبلت الصدمة ازاي؟ انت اكيد اتصدمت زينا كلنا، يعني ممكن تقولي رأيك برضو في الحكاية دي؟ طبعا تبقى السيرة الطيبة لأي إنسان هي ضخمة كبيرة في حياته وبعد رحيله كمان، وخاصة طبعا بتزداد البصمة وضوحا لما يكون الإنسان ده مشهور. وده لاحظناه يعني خلال أسبوع واحد افتقد الوسط الفني اتنين الحقيقة من أكثر الناس طيبة وحبا لمهنتهم، قارئ عبد العزيز من قبل أيام قليلة والفنان القدير أشرف عبد الغفور، اللي كانت الصدمة موجعة وخبر موجع للغاية ان رحل اثر حادث سير، وده كان صدمة بالنسبة لينا وبالنسبة لوسط الفن كله طبعا. صحيح. والعز لريهام عبد الغفور واولاده واحفاده وكل الوسط الفني. طيب استاذ عزت، يعني هل عندك احدث مما صرح به الدكتور اشرف زكي من انه بيتابع حالة السيدة زوجة الاستاذ اشرف في المستشفى؟ الحقيقة الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين يمكن واحد من أكثر النقباء متابعة لكل زملائه، ودايما بنستقي منه الأخبار، يعني الأخبار الجديدة الخاصة بأي فنان لازم يكون مصدرها الدكتور أشرف زكي. أي. لو يعني مش عايز أقول لازم، لكن يبقى المصدر الرئيسي لمعظم الصحفيين. فأعتقد هو متابع الحالة جيدا ونصلي من أجلها يعني يا رب. يا رب. طب أخيرا أستاذ عزة تقول لي هذا الرجل اللي كان، أنا قلت في المقدمة إن كان التلفزيون المصري يقوم على أشرف عبد الغفور ورشوان توفيق، ستينات سبعينات تمانينات هم النجمين الوحيدين لمعظم مسلسلاتنا، يعني ماذا تقول عن مسيرة هذا الرجل الفنية يعني وآلاف الأعمال اللي قدم؟ ده حقيقي. لو احنا بس اتكلمنا كده في نبذة سريعة عنه هنقول ان المسرح كان اول خطواته مع التمثيل يعني تمام في سنة 1962،
يعتبر من اوائل الفنانين اللي بداوا شغلهم مع المسرح. كان اخرها مسرحيه الملك لير مع القدير يحيى الفخراني. جلوستر كان عامل دور جلوستر. ده حقيقي. في السينما قدم حوالي 25 فيلم سينمائي. يبقى بعد الظهور كان من بدايات الرحيل الاول لنجوم اشتهروا وقدموا اعمال كتير جدا من القاهره والناس سنه 67 لفارس بلا جواد لدعاء الماضي زهرة الجبل لحضرة المتهم أبي والثنائيات الشهيرة اللي عملها مع القدير نونو الشريف لن عايش في جلباب أبي عمر بن عبد العزيز عظماء في التاريخ زيزينيا شيخ العرب عمام رحايا هو يعني على مدار ما تنساش جبل الحلال لأن أنا كنت فيه وهو كان عامل دور عظيم وجبل الحلال طبعا ويتربى في عزه وعمال كتيرة قوي قوي طبعا على مدار نصف القرن الاخير يمكن كان اكثر الفنانين تواجدا في مسلسلات رمضان ايوه ده بالاحصائيات مش وبالارقام يعني ايوه انا بشكرك جدا اعماله كان مسلسل رشيد كان مع ابنته الفنانه ريهام عبد الغفور أيوه. محمد ممدوح اللي اتعرض السنه اللي فاتت صحيح وليه عمل لم يعرض بعد اللي هو حرب الجبالي مع احمد رزق واخراج محمد اسامه أنا بشكرك جدا جدا الناقد الفني الأستاذ عزة البنا مدير تحرير البوابة نيوز دي كانت إطلالة يعني حاولنا نقدم بها شيء عن أعمال هذا الرجل اللي خدم الفن المصري والعربي لعقود طويلة يعني بنتمنى أنه ابنته وأسرته ومحبي يكونوا في حالة من التعزية بشكركم جدا وفاصل قصير ونبدأ فقرات الحوار لهذا اليوم.